بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأعزاء وأيتها العزيزات. قبل ما نتكلم في الموضوع ديال اليوم، عندي واحد إشارة بسيطة، لأنني صراحة ما كنبغيش نفوت شي حاجة، غادي نجاوب شي وحدي. قلنا لكم مرارا وتكرارا، راه الأمور ليست بالعدد وليست بالكم، وان احنا كمسلمين المرجعيه ديالنا وهي الاسلام. ملي كنرجع للقران كنلقى شي عبارات صراحه عندها الواقع ديالها. كنلقى وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم ظالمون، وكثير منهم كافرون، ولكن في المقابل تلقى وقليل منهم المؤمنون وقليل منهم المسلمون. يعني المسألة راه ماشي بالعدد، راه ماشي بالأكثرية، راه حتى الشيخات عندهم جمهور، راه ماشي بالعدد، راه العدد والكم ديال الناس اللي كيتابعوك هذا راه ماشي دليل على أنك صادق، ماشي دليل على أنك كتقول شي حاجة. راه هاد المسألة ما تقولش الله يرحمكم تعلقوا لي حتى نقولوا لي شي حاجة. أنا عندي واحد العدد ديال الناس، عندي واحد 10,000 ديال لي زابوني، بالنسبة لي أنا راه رقم كبير. 10,000 راه شي حاجة، 10,000 ديال الناس منخرطين معاك وتيتابعوك راه إنجاز. راه كاين اللي ميقدر يقنع حتى جوج الناس، كاين اللي ميقدر يقنع حتى دارو، حتى ولادو ميقدرش يقنعو. انا هذوك 10,000 بالنسبه لي راه انجاز، ولكن راه هذا كاريتي زياده عاوتاني، على ان الحمد لله الناس راه كيتابعوني من اكثر من 47 دوله، اكثر من 47 دوله، راه حاجه كبيره. 47 دوله، من استراليا، من نيوزيلندا، من البيرو، من اوروبا الشماليه، من افريقيا، واخا يكون غير شخص واحد. انا كنتذكر كنا انا عندي مرجعيه نقابيه، كنا كنوجدوا واحد المكتب جهوي، ودرنا قاعه، والناس اللي كيترشحوا كيطلع للمنصه وكيعطيو وجهه للحيط، والناس اللي في القاعه كيصوتوا عليه. طلع واحد السيد، المهم صوتوا عليه تقريبا شي 200 واحد. طلع واحد اخر، سبعه الناس اللي هزوا يديهم، واحد جالس في المنصه بقى كيقهقه، قال ليه كتيب عام الله يرحمه، قال لي هذا راه سبعه ديال الناس يؤمنون به لوجه الله، ما عطاهم حتى حاجه، انت طلع راه ما صوت عليك حتى واحد. الا كانوا سبعه ديال الناس ولا اربعه ولا جوج ولا ثلاثه ولا الف ولا 10,000 تيبغوك لوجه الله، تيكتبوا لك الكلمات الطيبه وكيشكروك وكيدعيو معاك ويدعيو مع وليداتك ومع والديك، هذا راه فضل من الله سبحانه وتعالى. انا ما كنكذبوا على احد، ما كنديروا الحلقه، ما كنديروا لي كريماس، ما كنبقاو نقزو باش نرضيو حد، جالسين متبتين تنقولوا شي داكشي اللي كنامنوا به، والحمد لله باش ما يبقاوش ترجعوا لنا لهذا الموضوع ديال. وانا راه ما تهمنيش العدد، لا يهمني، انا كيهمني شي تنقولوا انا مقتنع به اكيد انه كيوصل. اذا كانوا 1000 ولا 2000 ولا 100 ولا 200 اقتنعوا بكلامي، راه انجاز كبير. راه كاين اللي غادي يشوفوه مليون، واش هذيك المليون بدات بكلامه؟ هذيك مليون كلها دارت مشاهدات، غندير واحد مليون كلها شاهداتك، شحال من هذيك المليون اللي اقتنعوا بكلامك؟ شحال من دوك المليون اللي كلامك اثر فيهم؟ راه كاين غير شافك وداز. الله يرحم الوالدين، هذه رسالتي لبعض، وكنجدد الشكر للاخوان والاخوات الذين يتابعونني. وانا راه انا الوحيد اللي ما تنقول لحد لا الخارط ولا دير جيم ولا ديتي حاجه، وانا اتحدى شي واحد عمري قلتها. انا ندير القناه يقولوا المصريين بمزاجي، كنوصل بها رسائل انا مقتنع بها، وانا عارف بان اللي كيستنطوني راه مقتنعين بها، واللي ما عجبوش الحال اشرب البحر. المهم هذه مقدمه طلاليه. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله هو الموضوع ديال الماء.
كتلاحظوا دابا كاين ديك الحمله ديال المحافظه على الماء وحسن تدبير الاستغلال ديال الماء، نظرا لانكم عارفين دابا وحنا دابا انا دابا كنسجل شي شي دابا مع الربعه الصباح، حنا ما نقدرش في النهار تقدر دير حتى حاجه في النهار، يلاه كتجيبها هي هذيك درجه الحراره، حتى الفجر عاد ممكن بنادم يتكلم وهو مرتاح، اما في وسط النهار الهضره ما كتخرجش لك، ما كتخرجش مقاده. المهم قلنا على ان الحاله ديال الجفاف اللي كتعيشها البلاد وكتعيشها واحد المجموعه ديال الدول، ونظرا للتغيرات المناخيه اللي تسبب فيها الانسان وارتفاع درجه الحراره اللي كتسبب واحد المجموعه ديال سميوها كوارث بيئيه، لان درجه الحراره دابا راه كدير التبخر، المياه اللي كاينه في السدود واحد النسبه المئويه منها كلها كتبخر. نعم انا مع القضيه ديال نشر الوعي وتوعيه المواطن بكيفيه التعامل مع الماء وكيفيه استغلال الماء بطريقة عقلانية، ما نبدلوش هادشي كلشي نعرفوه، ولكن أجي نهضرو في شي حوايج اللي كان خاصها دار، لأن كان خاصنا نفكرو قبل ما نوصلو للكارثة. ما قال ليه، قال ليه لا طلقتيها لا توري هذا ربها، لا وصلنا للكارثة بلا ما تبقى تشرحو للناس. أولا نهضر على جوج ديال الأمور، مسألة ديال كيفاش تعاملت، كيفاش تعامل المغاربه مع الماء زمن الوفره، الوقت اللي كانت المياه موجوده، واخا ان المغرب يتعرض الى دورات جفاف وهادشي معروف بحكم الموقع الجغرافي ديالو، بحكم ايضا كما قلت التغيرات المناخيه، ولكن كانت سنوات كانت فيها الوفره. غنرجع لواحد المساله ديال الفلاحه، لان الفلاحه هي اللي كتمشي، راه ماشي المياه ديال الشرب هي اللي كتاخد اكبر نسبه. ما حنا تحضروا الارقام، لان انا كنت كنعرف الارقام، لان هذا الموضوع كنت اشتغلت عليه، وانا برلماني كنت اشتغلت على هذا الموضوع. كاين ارقام ونساب مئويه ديال الاستغلال، ان الفلاحه هي اللي كتاخد النسبه الكبيره من المياه الصالحه للشرب. هناك مناطق معينه في المغرب اللي كتاخد هاد الكمية من المياه، ولكن هاد الحرب اللي كاينة دابا في أوكرانيا وهاد حالات الجفاف وقبل منها كورونا خلاتنا نمشيو في واحد الطرح مهم جدا، هو أننا ولا الطلب على الحبوب، مبقاش واحد كيهضر على الأفوكا ولا كيهضر على الزينون ولا كيهضر على التلاح ولا كيهضر على السويلة، السؤال على الحبوب، صرع الشعير والذره، تحديدا هاد الثلاثه ديال العناصر. ومؤخرا كان اتفاق بين الروس وروسيا واوكرانيا بواسطه اظن تركيا، لانه تم الافراج على ما عرفتش شحال من مليون طن ديال السريال اللي كاينين في الموارد ديال اوكرانيا، اللي هي اكيد كتكون داخله في اطار صفقات مع دول كتشرات هاد المواد من اوكرانيا وحتى من عند روسيا. هذه المساله هذه ما عمرنا تعاملنا معها في المغرب، لان حنا في الوقت اللي كتكون الوفره ديال المياه كنمشيو نديرو الدلاح ونديرو لافوكا ونديرو الفريز ونديرو، والمعروف الناس اللي عايشين في المنطقه ديال سوس ماسه كيعرفوا الكوارث التي خلفتها، خاصه في سنوات التسعينات والألفين، ديك الضيعات ودوك ديك الاسير اللي داروا في المناطق ديال بحال في اكادير، بحال مثلا في يوكرا ولا في تيرودانت، واللي مصات ونهبات الفرشه المائيه فقرتها. والاغلبيه ديال دوك الاستثمارات اما ديال شي واحد يشبعني ولا ديال شركات اوروبيه كيجيو كيمصوا الماء ويصدروا داكشي اللي غيصدروه لاوروبا، ديال بحال داكشي ديال الافلام ديال لي فيزيتور اللي كيجيو من كواكب اخرى، كيجيو اللي كيتفرجوا في الافلام ديال لا سيونس فيكسيون، كيجيو واحد المجموعه ديال الافلام تيجيو دوك لي زوبايسو، الغرض ديالهم هو انهم يمصوا الماء ماده حيويه، في حين اننا كان المفروض اننا بما ان ملايين
الأمطار المكعبة كتمشي سنويا، فهاد الزراعات اللي كنعتبروها كمالية، لا الدلاح ولا لافوكا ولا كلها كمالية، ولكن لي سيريال أو الحبوب هي منتوجات استراتيجية، منتوجات تسببت في حروب، منتوجات الزرع والشعير والقمح والذرة تسببت في حروب وتسببت في انتصارات وفي هزائم الدول. أو لي سيريال بشكل عام أو الحبوب بشكل عام كانت سبب في حروب وكانت سبب في هزائم دول وكانت سبب في انتصار دول. نخليوها حنايا بما أننا سيدي كنخصوا هاد الملايين المكعبة من المياه على واحد المجموعة ديال المنتوجات اللي كتنص فرشة مائية بحال الدلاح اللي كيتزرع في ورزازات وفي زاكورة وفي أكادير وبحال لافوكا. نخلي أنا الزرع والشعير اللي كما قلت منتوجات أو إنتاج فلاحي استراتيجي يعادل الذهب، ممكن تصدره، ممكن على الأقل دير الاكتفاء الذاتي وتحتفظ بديك هذيك العملة، الرقم ديال العملة الصعبة اللي كتشري به هاد المواد من السوق العالمي، تحتفظ بالعملة الصعبة ودير الاكتفاء الذاتي من الزرع ومن الشعير ومن الذرة. وكاينة مناطق في المغرب اللي التربة ديالها والمناخ ديالها إلا مشينا في واحد السياسة ديال السقي علمية ومدروسة، كاينة مناطق اللي تعطينا الزرع والشعير اللي يكفي المغرب كله، يمكن يكفي معنا حتى الجيران بحال المنطقة ديال رحامنا. لو أن دار واحد المشروع واستراتيجي ديال السقي اللي وصل الماء، بما أنكم كتسقيو كتسقيو إوا على الأقل نسقي واحد نجو واحد المجموعة ديال المواد اللي هي بالنسبة لنا استراتيجية وحيوية لينا ولغيرنا. علاش أنا غندير لافوكا باش يخرجوا منه الزيوت ديال الكوسميتيك؟ لا لا يزوق شي وحدة، لا لا يصايب شي بشرة ديال شي وحدة، لا حنا نموتو بالعطش ونموتو بالجوع باش وحدة تاخد الزيوت ديال لافوكا باش تصايب البشرة ديالها، لا تعطي فيها تقشر لها كاع البشرة ديالها. في عندنا المشكل، شتي الإشكال فين كاين؟ الناس عندها مشاكل مع كرشها، واحد كتشوف له مشكلته مع البشره ديالها كتشقق، لان هاد لافوكا راه كتمشي ماشي ما كتمشيش غير للاستهلاك، راه كتمشي للكوسميتيك لصناعه التجميل. وكتعرفوا الارقام الملايير اللي كتدخل في العمليه ديال الانتاج ديال مواد التجميل في العالم، لان هذا سوق بوحدو عنده الكليان ديالو اللي كيصرفوا الملايير من اجل مواد التجميل. في حين احنا دابا بعد في الحرب الاوكرانيه الناس كتقلب على الخبز، لان في كوفيد ما بقى حد يقلب على التجميل، كلشي تيقلب على ما ياكل، وفي الحرب كلشي تيقلب على ما ياكل. اذا هنا استراتيجيه ديال الدوله، انا ما نعطيش انا ما نسمحش شي واحد يصنع يزرع لي لافوكا في واحد المنطقه ويمص لي الفرشه المائيه باش وحدات عندها مشكل مع البشره ديالها ولا مع شعرها ولا مع ظفارها. هكا تتفكر الدول، لان في الحروب ملي كنبغيو نوجدوا الاحتياطي الاستراتيجي في الحروب، راه ما كنديروش لافوكا والدلاح، راه كنديروا الشعير والذره والعدس والحمص، هادو هما الاحتياطي الاستراتيجي في الحروب. ما كنديروش لافوكا، ما كنديروش الفرايز، فين هو المخطط الاخضر والمخطط المتعدد الالوان؟ فين هو؟ علاش؟ لان الناس المسؤولين على هذا القطاع ما كيفكروش بمنطق مصلحه البلاد واستقرار البلاد ومستقبل البلاد، كيفكروا غير الفلوس داك الصرف اللي كيصور. إذن الا حنا غادي نصرفوا غادي نضيعوا ملايين الامطار المكعبه على الماء ديال الماء على التلاح ولا لافوكا، نصرفوا نفس 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 نستغلوا نفس الكميه
انا واحد على زراعات اللي كتضمن لنا على الاقل الامن الغذائي والامن الاستراتيجي ديال البلاد. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني هو مهم جدا. في نهايه التسعينات بدايه 2000 دخل المغرب واحد ما يسمى، انا لا اعرف له سببا حتى الان، ولو ان الاسباب التي او الدفعات اللي جات بها وزاره الداخليه في ذاك الوقت، وانا كنت والحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، انا كنت من الناس اللي صوتوا ضد ما يسمي بالتدبير المفوض. التدبير المفوض اللي كان على اثره تم تفويت ليليجي او الوكالات ديال توزيع الماء والكهرباء، واحد المجموعه ديال الدول، واحد المجموعه ديال المدن خاصه المدن الكبرى والرباط والدار البيضاء وطنجه، تفويتوا هذه واحد المجموعه ديال الشركات من اجل استغلالها. والدفعات التي جاءت بها وزاره الداخليه ذاك الوقت هو اننا سنستفيد في هذا القطاع الحيوي اللي فيه الماء والكهرباء، واضيف اليه تصريف ديال المياه العادمه، يعني لو يجي يعني الواد الحار، تعطى لواحد المجموعه ديال الشركات، ودخلت شركات اوروبيه وتحديدا فرنسيه، وقيل لنا اننا سنستفيد من الخبره ومن التجربه ديال هاد الشركات في تدبير هذا القطاع الحيوي. ومن الامور التي قيلت في ذلك الوقت، وكما قلت ولو انني والحمد لله ما صوتش، وكانت عندي قناعاتي، وهي نفس القناعات اللي عندي الان، ان وعرفت بان لن يتغير شيء. قيل لنا وهذا هو المهم، هو ان الغرض من هذا التفويت هو مساله الاستثمار، ان هذه الشركات لن تحل فقط محل ليريجي في التعامل مع المواطن او في تدبير هذا القطاع فقط، ولكن غتجيب واحد المجموعه ديال الاستثمارات اللي غنستافدوا منها. وهو في الحقيقه فلسفه التدبير المفوض هي هذه، هي انك تتفوض للقطاع الخاص باش تستافد من تجربه القطاع الخاص في التدبير، وتستافد من اهم شيء هو الاستثمار. ما معنى الاستثمار؟ هو ان هذه الشركات غتجيب لنا افكار في اطار تدبير هذه المواد الحيويه اللي هي الماء والكهرباء، وخاصه الماء. علاش؟ لان الكهرباء ماده غير قابله للتخزين، اما الماء هو ماده قابله للتخزين. قيل لنا لان قلت هذه الشركات غتجيب واحد المجموعه ديال الاستثمارات، خاصه في تدبير الشبكات، سواء شبكه ديال الماء، شبكه ديال الكهرباء، وشبكه ديال تصريف المياه العادمه، الشبكه ديال الواد الحار. قيل لنا في ذلك الوقت هو كانت واحد الفكره على ان هذه الشركات غتدخل في اطار ما يسمى باعاده تدوير المياه العادمه، وخلق محطات لتطهير هذه المياه واعاده تدويرها باش تم اعاده استغلالها، ولو على الاقل اذا ما تستغلتش في كمياه صالحه للشرب، لان لو تريتمون يعني المعالجه ديال المياه العادمه من درجه مياه مستعمله ديال الواد الحار الى درجه مياه ماء صالح للشرب، كتاخذ وقت وكتاخذ وخصها امكانيات. وقيل لنا على الاقل توصل لدرجه ان تكون مياه صالحه مثلا للسقي، يعني درجات متعدده للمعالجه، او درجه اقل في المعالجه. قلنا جميل. وقيل لنا ايضا على ان هناك فكره ديال خلق شبكات منفصله. شبكات منفصله، وهذه اعجبتني كثيرا ولكنها ما دارتش. شبكات منفصله للمياه العادمه. علاش؟ كيفاش؟ هو ان غيكون واحد الشبكه ديال الواد الحار اللي كدير المياه اللي كتخرج من المنازل، يعني اللي كتجي من المنازل ومن الشركات ومن المؤسسات، غتمشي بوحدها. ولكن المياه الامطار
وأنتم تعلمون قلت أنني لا تحضرني الأرقام، ولكن تعرفون هناك ملايين الأمطار المكعبة من المياه التي تسقط، هي الأمطار اللي كتمشي في الواد الحار وكترجع من البحر كتضيعوا فيها، وهي مياه راها من ناحية ديال الجودة ما خصهاش بزاف، يعني مياه الأمطار نقية. كان المفروض أن دار شبكة منعزلة على الشبكة ديال الواد الحار، وهذه المياه يتم تخزينها أو تصرفها في اتجاه غير اتجاه ديال الواد الحار، وتستعمل في السقي ديال 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 المناطق الخضراء، تستعمل في الغسل، تغسل الطوموبيل بالمياه الصالحة للشرب، تغسل كتغسل الطوموبيل بالماء ديال الصالح للشرب. كاين واحد المجموعة ديال الدول اللي عندها هذه القضية، عندها جوج ديال الشبكات، الماء ديال الشرب بوحدو والماء ديال الغسيل بوحدو وديال السقي، كتسقي الواد كتسقي كتغسل الطوموبيل بالماء الصالح للشرب اللي الناس محتاجين ليه. هذه كلها امور ما تاهتش، وهذا هو اللي كان الغرض من 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 التدبير المفوض، ولو كان دار، وخاصة أن في هذه 22 سنة أو في 20 سنة هناك مجموعة من المدن اللي تزادت، هناك أحياء تزادت، يعني أن كان المفروض أنه تعاود الشبكة ديال 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 الواد الحار أو احتفاظ بالشبكة القديمة ودار شبكة جديدة ودار مستودعات أو مخازن أو أحواض في أطراف المدن لتخزين هذه المياه، وهذه المياه في الصيف يتم تخزينها حتى الصيف ونستعملوها في الوقت اللي كنحتاجوا الماء، حتى نديروها في السقي، نديروها نعمروا بها حتى لي بيسين، هذوك اللي باغيين يتبحروا باغيين لا بيسين عمروا هذاك الماء ديال الشتاء. هذا الشيء كله ما دارش، هذا هو التدبير العقلاني ديال المياه. جات هاد الشركات عوضت لي ريجي الفاتورة ضربت في 300% ولا 400%. كنا مثلا في واحد الوقت ملي كانت لاريجي دار فيها 8 ديال الناس كتخلص 100 درهم في الشهر ديال الماء والضوء، نفس العائلة من بعد ما جات 3 مية درهم في 3 شهور. من بعد ملي جات الشركات ولات هاد الأسر من بعد 20 سنة ولات كتخلص 300 أو 400 درهم حتى 500 درهم في الشهر، هي نفس الأسرة، ديروا عملية حسابية. ولكن المفروض احنا ماشي ضد، لأن إذا كان الاستثمار نخلصه، ولكن خص الزيادات اللي كتزاد تمشي في الاستثمار كما قلت، محطات ديال التحلية، محطات ديال التصفية، شبكة جديدة للواد الحار، استغلال كما قلت هاد الملايين الأمطار المكعبة من الأمطار اللي كطيح في المدن بحال الرباط بحال التمارة بحال الدربيدة بحال طنجة، في السنة كتنزل واحد كمية معتبرة من المياه كتمشي في الواد الحار وكترجع للبحر، في حال أن يمكن استغلالها بعمليات باستثمارات معقلنة. عوض هاد الشيء كله هذا الشيء ما دات منه حتى شي حاجه، وفي الاخر كتجي تبقى تخطب على المغاربه على ترشيد الماء. ترشيد الماء قول هذاك اللي عنده لابيسين وعنده كيسقي الغازو، هذا اللي كتهضر مع اللي كيتفرج في التلفزه المغربيه كتقول ليه حافظ على الماء، راه عنده روبيني اللي عنده، اللي كيتفرجوا فيكم في التلفزه ديال المغاربه راه عندهم روبيني. ما عندك ما تقول لي هو اصلا تيقتصد، علاش كيقتصد؟ لان الفاتوره كتجي غاليه، هو كيقتصد به لا يكزيه ليه، لان اللي خلص 300 400 درهم بزمنه غادي يقتصد، بزمنه غيبقى ينص الروبيني كاع يبقى يحلو. الا بغيتو ديروا سياسه ديال للمحافظه على المياه هذا هو الاسلوب، اما الباقي راه غير الطنز، والمغاربه راه عيهم الطنز. تنظن رسالتي واضحة. السلام عليكم.